إن كانت الأرض فعلا مسطحة، فماذا يوجد وراءها؟ سر حير علماء الدين، أو على الأرجح بعض من العلماء الذين يزعمون ويدافعون بشكل قوي على أن الأرض مسطحة. وفئة أخرى تعتبر الأرض بيضاوية الشكل، فرضا على أن الأرض مسطحة. يقال أن حدود الأرض يحيطها جبل جليدي يسمى جبل قاف. إذن يا ترى ماذا يوجد وراء هذا الجدار الجليدي؟ وهل فعلا الطائرة لا تحلق فوق هذا الجدار؟ وهل توجد كائنات أخرى كما يدعي أنها تعيش وراء هذا الجدار الجليدي؟ حقائق كثيرة وأسرار أكثر سنكتشفها لكم في هذا الفيديو. على الأرجح توجد فرضيتين، إما أن تكون الأرض مسطحة كما يدعى أو تكون بيضاوية الشكل. لكن نفترض أن الأرض مسطحة الشكل، ماذا يوجد وراء هذا الجدار الذي يسمى بجدار القاف أو جبل القاف؟ جبل قاف هو رمز أسطوري لا يوجد له وجود حقيقي، بل هو جزء من التراث الثقافي والأدبي للشرق الأوسط. تستخدم هذه الأسطورة لتجسيد مفاهيم ورموز مختلفة ولتعزيز قصص الخيال والرمزية في الأدب الشعبي. يبقى جبل قاف رمزا للخيال والغموض وليس كيانا جغرافيا حقيقيا يمكن العثور عليه أو استكشافه. علميا لم يتم العثور على أي دليل جغرافي يدعم وجود جبل قاف في العالم الحقيقي. جميع الاستكشافات العلمية والجغرافية لم تتمكن من تحديد موقع محدد لهذا الجبل. أسطورة واقعية، يعد جبل قاف مثالا على كيفية استخدام الأساطير والرموز في الثقافات القديمة لشرح الظواهر الطبيعية والحدود الجغرافية التي لم تكن مفهومة في ذلك الوقت. نظريات مختلفة حاولت تحديد موقع جبل قاف، ولكن لم يتم العثور على دليل ملموس على وجوده. بعض النظريات تقترح أن الجبل يمثل سلسلة جبلية غير معروفة أو مجرد رمز خيالي. في الخرائط القديمة والمخطوطات كان يستخدم جبل قاف كرمز للحدود القصوى للعالم المعروف في ذلك الوقت. في بعض التفسيرات الدينية والأساطير يعتبر جبل قاف حاميا للأرض ويحيط بها مثل حلقة ضخمة. يروى أن الجن يسكنون هذا الجبل وأن طائر العنقاء الأسطوري يقيم هناك، مما يضفي على الجبل صفة الغموض والسحر. يذكر جبل قاف في الأدب الفارسي خاصة في كتابات الشعراء مثل الفردوسي. في الأدب العربي يظهر في كتب التراث وقصص ألف ليلة وليلة كجبل أسطوري يقع في أقصى أطراف الأرض. جبل قاف هو مفهوم أسطوري مجرد في الفلكلور الأدبي الشرقي وخاصة في الثقافات الفارسية والعربية. لا يوجد دليل علمي أو جغرافي يدعم وجود جبل قاف ككيان حقيقي. هذه الأسطورة كانت تستخدم في الأدب والقصص الشعبية لعدة أغراض، منها الرمزية الدينية والخيال الأدبي. على الرغم من
من كل هذه الجوانب الأسطورية، حاول العلماء والجغرافيون على مر السنين استكشاف حقيقة جبل قاف. العديد من النظريات اقترحت مواقع مختلفة للجبل، ولكن لم يتمكن أحد من تحديد موقعه بدقة. يبقى جبل قاف رمزا يجسد مزيجا من الخيال والواقع. تتحدث بعض الأساطير عن رحلات روحية إلى جبل قاف، حيث يقال إن الأشخاص الذين يتمكنون من الوصول إلى هذا الجبل الأسطوري يحصلون على الحكمة والمعرفة العميقة. يعتبر الجبل في هذه الأساطير رمزا للتنوير الروحي واكتشاف الذات. وفقا للأسطورة خلق الله عز وجل جبل قاف من زمرد خضراء، والزمرد الأخضر هو حجر كريم يعتبر رمزا للجمال والثراء منذ العصور القديمة، وله مكانة خاصة في الأساطير والقصص الشعبية. في أسطورة جبل قاف يقال إن هذا الجبل مصنوع من زمرد خضراء ضخمة، مما يضفي عليه رونقا وغموضا إضافيا. في بعض من القصص الشعبية يقال إن أرواح الموتى تعيش في تلك المناطق، مما يضفي على الجبل جوا من الغموض والرعب. كما يقال أيضا في بعض من الأساطير عن وجود جن محبوس داخل جبل قاف. هؤلاء الجن تمردوا على الملوك أو الآلهة وتم تكبيلهم في كهوف عميقة داخل الجبل. كانت هذه رحلتنا في عالم الأساطير حول جبل قاف والكائنات الخيالية التي تقال إنها تعيش خلف هذه القصص، تضيف إلى الغموض والسحر الذي يحيط بهذا الجبل الأسطوري. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. شكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء في مغامرة جديدة.